مكتب انتخابات نينوى وتحديدا اليوم الساعة 7 صباحا افتتحت 774 مركز اقتراع منتشر في كافة ارجاء محافظة نينوى. من خلال هذه المراكز يستطيع الناخبون المتواجدين في المحافظة الادلاء باصواتهم. حقيقة من ضمن هذه المراكز هناك 26 مركز افتتح في مخيمات جنوب وشرق الموصل ليستطيع الناخبون المتواجدون في تلك المخيمات الادلاء باصواتهم، و 171 مركز مخصص للنازحين المتواجدين في داخل مركز القضاء والبقية الأقضية والنواحي. هذه المراكز ستسهل كبيرا عملية اقتراع النازحين المتواجدين في داخل المحافظة. هذه العملية تم تهيئتها في وقت سابق من هذا اليوم، وفعلا وتم افتتاح جميع المحطات والمراكز بدون أي مشاكل تذكر. الساعة 7 صباحا هي موعد افتتاح المحطات، والساعة 6 مساء هو موعد الغلق. وأود الذكر بأن عملية فتح وغلق المحطات الإلكترونية خارج عن سيطرة موظفي المفوضية. أدعو جميع الناخبين استغلال ساعات الاقتراع والتوجه إلى مراكز الاقتراع وللإدلاء بأصواتهم واختيار من يروه مناسبا أن يمثلهم في البرلمان العراقي 2018. المفوضية لا تستطيع إجراء أي تمديد للعملية. الساعة 6 مساء هو الوقت النهائي لعملية غلق الصناديق وإرسال النتائج إلى المكتب الوطني. ندعو كافة الناخبين التوجه مبكرا إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم. العملية تجري على قدم وساق. هناك مراقبين من منظمات مجتمع مدني محلية ودولية وصحفيين وإعلاميين ومراقبين من القيادة السياسية تراقبون عملية الاقتراع. وحقيقة تواجد هؤلاء في محطات الاقتراع يزيد من عمل المفوضية شفافية ونزاهة. وأود الذكر بأن عملية الاقتراع هي عملية سرية، لا يستطيع أحد الاطلاع على اختيار الناخب سواء كموظفي المفوضية أو مراقبي الكيانات السياسية أو مراقبين من منظمات المجتمع المدني. اختيار الناخب سرية حسب القانون الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وأكرر بالدعوة لجميع الناخبين في المحافظة التوجه إلى تلك المراكز والإدلاء بأصواتهم.